بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني لشرح محاكاة الحركة الدائرية على برنامج سوليد ووركس. في الفيديو السابق كنا عملنا تصميم ثلاثي أبعاد للبارت 1 والبارت 2. أوكي، في هذا الفيديو راح نجمع الاثنين ثم نعمل محاكاة الحركة. فلا بد إذن من فتح new assembly، new assembly، okay، part 1، part 2، راح نجيب part 2 هنا، insert component، نضيف عليها part 1، نحفظ الملف save as في rotary، okay، assembly، ممتاز. خلينا نعمل دوران للبارت 2 اللي هي البولي، موف كومبوننت، روتيت عشان تكون جاهزة يعني للأسامبلي، موف، ممتاز. اوكي، حفظ الملف، ريبلت. هلا نعمل مت، هذا السيرفس وهذا السيرفس يكونوا كونسنتريك، اوكي، ثم هذا السيرفس وهذا السيرفس يكونوا كوانسيدنت. اوكي، جمعنا القطع. هلا ممكن نعمل روتيشن زي ما انتم شايفين، البولي بالنسبه للبراكت. طبعا هنا الموشن يدوي بنعمله. نحفظ الملف، ريبيلت. الان نريد نعمل ايش؟ نحب نعمل محاكاة للدوران هنا، لكن آليا يعني زي ما عملنا قبلها بالموشن ستدي. حفظ الملف، نروح على موشن ستدي زي العادة، ونضيف موتور، روتري موتور، الدايركشن الاتجاه الدوران هو هذا الاتجاه، نختار أي شكل، أي شكل دائري يعني، ممكن نعكس الاتجاه ما في مشكلة. البارت اللي راح تعمل دوران هي البارت 1. طيب خلينا نعطي الاتش هذا، الاتش هنا هي على البارت 2، اوكي، والبارت هي بارت 1، ممتاز. لأنه ما نقدر نعمل الاتجاه الدوران هو نفسه على نفس القطعة اللي تتحرك. نقول سرعة الدوران باي ديفولت يعطينا 100 RPM، لفة في الدقيقة يعني round per minute. خلينا نخليها في مثلا نعطيها 200. اوكي، نحفظ الملف ونعمل بلاي. أول ما نعمل بلاي على طول يشتغل معانا زي ما انتم شايفين. طبعا هنا السايكل رايح جاي، شايفين يعكس الدوران من هنا إلى هنا، فممكن انه نختار لوب. يعمل سايكل كامل. أو نخليها رايح جاي. كل مرة في اتجاه. تمام، نحفظ الملف، ريبلت، ممتاز. هذا فيما يخص السيميليشن، الموشن ستدي او محاكاة الحركة بالنسبة للحركة الدائرية. ويمكن بنفس الطريقة سيف انيميشن، تحفظها في ملف فيديو، تفتحه بصيغة فيديو، ما يحتاج ايضا ملف هذا فيديو، ما يحتاج لسوليد ووركس. هنا نكون قد انتهينا يعني من شرح المحاكاة في برنامج سوليد ووركس، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.